مش عندك. مواصلة الجهود وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالوادي في مكافحة ظاهرة التهريب والمتاجرة بالأقراص المهلوسة، قامت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوادي العلندة بحجز كمية من هذه المهلوسات كانت مموهة داخل صناديق بلاستيكية خاصة بمادة البطاطا محملة على متن شاحنتين لنقل بضائع. العملية أسفرت عن توقيف شخصين وحجز شاحنتين وحجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة تقدر ب 29970 قرص مهلوس نوع بريغابالين 300 ميلي جرام، بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي قدره 51 مليون سنتيم كعائدات. الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بواد العلندة فتحت تحقيقا في القضية وسيتم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية فور الانتهاء من التحقيق.